قررت أدوج بين الزقاق القديمة لأنه تعجبني حقيقة تفاصيل كثيرة، بس ما توقعت توصل أنه أشوف تلفزيون وفنيلة معلقة. لاحظ النقوش حقيقة شيء فاخر ما صرنا نشوفه اليومين، هذه اللمبة السهرية على الشارع. طبعا لازم يكون المكيف على برا وهذا المفتاح الشر اللي بالمنديل بالسلام. طبعا تلاحظون الشوارع كانت ضيقة جدا وتلومون الجيران لما كانوا أهل وحبايب، بس عاد ما توقعت أن الجدار يصير مايل بهذا الشكل، وما توقعت انه ألقى فنايل وملابس معلقة وتركينها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الأخشاب اللي نشوفها هي سقف الغرفة. وهنا لقيت طماطة منحاشة من المطبخ، وهذا الجرس يا كم واحد وواحد رن وحط رجله. أما العربية هذه ذكرتني بطاش مطاش. صورة لأطفال من محافظة الخرج في يوم عيد الفطر عام 1969 للميلاد، يعني قبل 54 سنة. تتوقعون هذول الحين صار عندهم أحفاد ولا لسه؟ في الستينيات الميلادية في الرياض التقطت هذه الصورة، سيارات كلاسيكية ملفتة، في أحد يعرف أنواعها؟ وهذه عائلة تسير برفقتها بعض الأغنام، أما هذه فصورة حديثة لنفس المكان. هذا مدخل جامعة الملك سعود عام 1985، وقتها كان سعر المتر من 80 ريال إلى 100. حي الخزامة المقابل للجامعة كان سعر قطعة الأرض اللي مساحتها 625 ب 35 ألف ريال بس. السيارات يبدو لي بأم دبليو ومرسيدس، وتقل هذه كرسيدة ما أدري. عزيزة يا بيوت الطين، لك وسط الحشا منزال، أمرك واترك دموع الغلا تحكي لك أحوالي. التقطت هذه الصورة في الرياض عام 1961، قبل تقريبا 62 سنة. قمت بتلوينها عبر الذكاء الاصطناعي من تصوير جيمس بورك. هل تتمنى انك عايش بذاك الزمن، ولا تحمد ربك انك عايش بالوقت الحالي؟ وين انت يلي تبي الظهران؟ ترى الوعد راست النورة، من فوق ما يصنع النصران، فرت حمر ساطع النورة. هذه الصورة عام 1947 ميلادي لنقل عمال أرامكو بين الهفوف وراست النورة، تصوير هارولد كورسيني من أرشيف جامعة لويزفيل.